ستات بيوت كتير بتغيب عنهم فكرة ازاي احافظ على الاكل في التلاجة لفترات طويلة عشان الاكل ما يحصلوش اي تغيير في اللون او الخواص الطبيعية بتاعته، وبالتالي ده طبعا ممكن يأثر على صحة الاسرة كلها. ازاي احافظ على الاكل وازاي في خلال فصل الصيف اعرف هذا الاكل صالح ولا غير صالح؟ ايه المطلوب قبل حفظه في فصل الصيف؟ وايه اللي نقدر نستفيده ايضا من خلال المواد الخاصة بالبيئة بتاعتنا ان احنا نكافح كل الحشرات المزعجة في فصل الصيف؟ اسئلة كتيرة جدا هنعرفها من ضيفتنا الدكتورة منال عز الدين الباحثة في معهد التكنولوجيا الأرضية. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم وصباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليكي دكتورة منال. خلينا نقول ده واحد من الحاجات اللي دايما بتؤرق السيدات خصوصا في فصل الصيف، اشيل الاكل في التلاجة ازاي، احط الاكل في التلاجة، اول ما تدور الاقيه باظ، ساعات الحقش الضوء. ده حقيقي، مع ارتفاع درجات الحرارة بيزداد تكاثر البكتيريا. عايزه اقول لحضراتكم ان كل تلت ساعة بتتضاعف البكتيريا الموجودة في البيئة المحيطة بينا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصا مع زيادة نسبة الرطوبة البكتيريا بتحب الوسط المائي، بتحب الرطوبة، بتحب الحاجة اللي فيها مية، فبالتالي تفسير طبيعي زي ما حضرتك بتقولي ان بيحصل فساد للأطعمة. بالنسبة لشراء الأطعمة من الأول لازم نختار الأطعمة أو الخضار والفاكهة العالي الجودة، نتأكد من تاريخ الصلاحية والإنتاج، نجيب المنتجات والخضروات والفواكه من أماكن موثوق فيها. طبعا كلنا بنهتم بعملية الغسيل وتقسيم الأكل والتفريز والحاجات دي كلها. والله يا دكتورة مش كلنا بنهتم بعملية الغسيل، يعني ده لازم يعني في يكون ناس كتير قوي بتكتفي بإنها تقوم شوية كده شوية تمام خلاص. لا، لازم الخضار والفاكهة وخصوصا في فصل الصيف لازم يتغسل تحت المية الجارية، مش بقول لازم نحط بقى خل او ننقع الخضار والفاكهه لفتره معينه، ولكن الاهتمام بالنظافه تحت ميه جاريه ونشف الحاجه كويس ده مهم جدا. بالنسبه للطعام المطهي اللي حضرتك ذكرتيه، للاسف احنا عندنا فكر في الاسره المصريه ان الاكل يفضل موجود على البوتاجاز او رف المطبخ، اللي جاي يغرف ياكل واللي بعده يجي يغرف ياكل. جميله الفكره دي، هنفضل ندخل ونتفرج من الثلاجه. بالظبط، ده اللي بيكون تفسير، هنفضل نطلع وندخل الاكل، ده للاسف بيؤدي لفساد الاطعمه. بمجرد ما احنا بنتغدى اول مره ودرجه حراره الاواني بتهدى، يعني القصه دي بتاخد من ساعه لاتنين بالكتير، ببتدي افرغ الاطعمه في عبوات صالحه لحفظ الاطعمه، عبوات بلاستيكيه او زجاجيه، واحفظها في الثلاجه. صلاحيه الحفظ في الثلاجه، اللي عايزه اقوله للساده المشاهدين ان الثلاجه مش وسيله حفظ طويله الامد. يعني ايه؟ ما احطش الاكل وانساه بقى بالاسبوع وبالعشر ايام. الاكل المطهي في الثلاجه صلاحيته من 3 ل5 ايام. بعد كده بتبتدي تنمو بكتيريا غير مرئيه، ممكن ما تعمليش اي تغير في اللون او الطعم او المذاق او القوام، بس بتنمو وتتكاثر وبتتكيف وسط التلاجة مناسب ليها. ونيجي نتناول الطعام بعد اسبوع مثلا، بيحصل انواع التسمم الغذائي المختلفة او الباف في التلاجة كتير برضه دكتورة، بتساب في التلاجة كتير، هكتر عن 3 4 ايام مش هاكلها في الفتره دي، يبقى اغلفها تغليف كويس واحطها في الفريزر. لازم اتاكد ان درجه حراره الثلاجه في فصل الصيف 4 مئوي او اقل، ودرجه حراره الفريزر. الفريزر على فكره يا جماعه من الحاجات اللي بتوقف نشاط البكتيريا تماما، الفريزر يكون عندي من ناقص 15 لناقص 18. ده الديب فريزر مش الفريزر. بالظبط، دي بتبقى درجه الحراره المناسبه للفريزر، لان التجمد بيوقف نشاط البكتيريا. مهم جدا عندك عايزين نفرق هنا بين حاجتين، مش كل الناس عندها ديب فريزر وفي ناس عندها فريزر عادي. درجه الحراره بتبقى كام ودرجه الحراره هنا بكام والصلاحيه في الفريزر قد ايه؟ ما انا عارف انها بتوصل لثلاث شهور، صح كده؟ بتوصل ل3 ل4 شهور بالنسبه لكن للخضروات. لكن الفريزر ممكن ممكن تقعد معايا لسنه، على حسب ايه يا فندم؟ جوده التغليف اللي انا مغلفاها للاغذيه، مش كبسه الفريزر او الديب فريزر عندي، لان كبس الفريزر ده بيقلل من سرعه دوره التبريد اللي موجوده عندي. جوده التلاجه، هل التلاجه عندي جديده وحلوه وصحتها كويسه، ولا قديمه ومليئه بالاعطال والعيوب اللي كل شوية هتفصل فتريح الأكل فتبوظ الأكل فتسبب لي هنا مشاكل.
مده حفظ الطعام في الفريزر بتتوقف. انا حافظاه ازاي؟ مغلفاه كويس، رصاه كويس، معمول ومهندم الفريزر، مش مكبوس، التلاجة سليمه. الفريزر كام ماينس كام والديب فريزر ماينس كام؟ الديب فريزر من ناقص 15 لناقص 18، فريزر التلاجة بيكون تقريبا ناقص 5 ناقص 6 ناقص 5 بالظبط، بيبقى في هذه الارقام. ولكن انا ده 3 شهور وده سنه، ولكن الافضل يعني بالظبط، ولكن الافضل في المجمل من 3 ل 4 شهور، لان برضو الاغذيه المعلبه او المحفوظه في الفريزر انت ما عندكش فيتامين سي، لان فيتامين سي من الحاجات اللي بالحراره العاليه بتروح مني وبالتجميد بتروح مني. عندي فيتامين دي في الاكل، عندي بعض انواع الفيتامينات، ولكن مش زي الخضار الفريش. يعني برضو مش نعتمد على الفريزر في كل اكلنا، كله اطلع من الفريزر. وبرضو انا في بعض الاكلات ما ينفعش انها تتجمد كذا مره. يعني ايه؟ يعني مثلا الخضروات المجمده اللي بنشتريها من السوبر ماركت، دايما اقول دي اخر حاجه نشتريها من السوبر ماركت، يعني ما اشتريهاش في البدايه والف في السوبر ماركت وثلاث اربع ساعات عقبال ما اروح تكون فكت وساحت واعيد تجميدها مره اخرى. ده غلط جدا، لان هي متصممه ان هي تتجمد مره وتفك مره، فلازم اراعي ده في تجميد الخضروات والفواكه. طب ما كانتش اتجمدت في الطريق من السوبر ماركت للمصنع والمصنع للسوبر. ده حقيقي، فدي برضو من الحاجات اللي نبقى واخدين بالنا منها. وانا بشيل اللحمه والفراخ والاسماك تكون مغسوله ومتنظفه ومتقطعه ومتبله ومحفوظه، بحيث ان هي لما تطلع تكون جاهزه على الطهي. لما اجي اسيح اللحمه او الفراخ ما احطهاش على رخامه المطبخ واسيبها قبليها بليله وتنزل السوائل اللي فيها. اللي عايزه اقوله لحضراتكم ان السوائل اللي فيها ده مش الدم اللي بينزل من اللحمه، ده البروتين والمعادن. الدم احنا تخلصنا منه ساعه الذبح. التسييح الصحيح ان انا اسيحها في الثلاجه، احطها في الثلاجه قبليها بليله، وبعد كده احطها او اضيفها في اناء الطهي عند استخدامها. فمهم جدا ان انا اراعي الحاجات دي لانها بتفرق معايا في الصلاحيه. امال الناس اللي بتفك الحاجه في الميه وبتفك الحاجه في الميكروويف وبتفك وبتطهي الحاجه في حله الضغط او في البريستو وهي مجمده او كده، ده وهي مجمده ما فيش مشكله منها. امال ان انا اكوني ان انا اسيحها زي ما حضرتك بتقولي في الميكروويف او اسيحها بره او ميه سخنه، خلاص ما هي عماله تفقد من قيمتها الغذائيه، فانا باكل ماده ملقه بالظبط، انسجه، ما باكلش حاجه فيها قيمه غذائيه مرتفعه. من الحاجات المهمه جدا في فصل الصيف وكلنا دايما بنشتكي منها الحشرات الصيفيه زي ما حضرتك قلت، والنمل، وخصوصا المطبخ عشان بقايا الاطعمه بتبقى موجوده، فبيكون اكتر مكان الحشرات بتتجمع فيه. اهم حاجه نظافه المطبخ. يعني بس احنا مش عايزين نرش مبيدات يا دكتوره في المطبخ. هنقول لحضرتك وللساده المشاهدين النهارده حاجات صحيه من مطبخنا نقدر نستخدمها. زي ما قلنا اول حاجه لازم المطبخ يكون نظيف، ما نسيبش اكل في المطبخ لفترات طويله. يتمسح المطبخ بميه بخل، من الحاجات الكويسه جدا وبتدي تعقيم، وفي نفس الوقت ريحه الخل دي من الحاجات المنفره للحشرات. اعمل بخاخه زي بخاخه المكوى، عباره عن لتر ميه وفيها فنجان من الزيوت العطريه. الزيوت العطريه من الحاجات اللي بتطفش الحشرات بشكل رهيب. لتر ميه عليه زيت عطري، يا زيت قرنفل، يا قرفه، يا نعناع، يا حشيشه الليمون، وابخه على المسطحات الموجوده عندي في المطبخ. لو عندي اماكن للشقوق في المطبخ ابتدي ابخ فيها، واهتم كمان ان انا اسد الشقوق دي، من الحاجات المهمه جدا. الزيوت العطريه من الحاجات المنفره للحشرات، وفي نفس الوقت بتدي جو كده من الانتعاش في البيت. لما ابخها بالبخاخه بتدي ريحه حلوه، ريحه زكيه، ما بتسببش الحساسيه، ما بتسببش مشاكل صحيه. لما بنبقى في المصايف في بخاخات بنجيبها ونرشها على جسمنا عشان الناموس أو لدغة الحشرات، وخصوصا بالليل. نقدر نعمل الوصفة دي بطريقة بسيطة جدا في البيت، إن أنا أجيب فازلين من الصيدلية وابتدي أخلطه بأي نوع من الزيوت العطرية وابتدي أدهن بيه الأجزاء المكشوفة من جسمي. ده بيبعد عننا لسعة الحشرات. وده يحصل إزاي؟ معلش إزاي أجيب الفازلين وأخلطه بالزيوت العطرية وأعمله كده؟ عادي، بقلب، هجيب الفازلين وأضيف الزيت العطري وأقلبه مع بعض.
كميات قد ايه يا دكتوره؟ يعني مثلا لو عندنا 200 ملي من الفازلين عليهم مثلا معلقه او اتنين من الزيوت العطريه لحد ما يحصل. العطريه دي حلوه يا مصطفى، بتعطر برضه، فهحط احطهم بس يعني لحد ما يحصل عندي تناغم يعني القوام يكون كويس بالظبط يعني. بقى مختلف، وابتدي ادهن بالاماكن المكشوفه من جسمي، دي هتبعد عننا لسعه الحشرات. النظافه والتهويه في المطبخ من الحاجات المهمه جدا، اماكن دولاب المطبخ ما يكونش فيه رطوبه، يعني ايه؟ يعني ما احفظش الاغذيه الجافه اللي عندي زي الحبوب والبقول قريبه مثلا من حوض المطبخ، اهتم ان ما يبقاش فيه ميه في الاواني وانا بحفظها في دواليب المطبخ، اسيبها تنشف على فوطه او حاجه على المطبخ من فوق، وبعد كده وهي جافه تماما ابتدي احفظها، لان وجود الرطوبه ده بيساعد على نمو الحشرات. اكيد. طيب يا دكتورة، يعني هنا بنبقى حيرانين نتعامل بقى مع، احنا خدنا بالنا من ان احنا يعني بعدنا الحشرات عننا، وخدنا بالنا من ان احنا حاولنا نحفظ الاكل بشكل صحي، بس احنا حرانين قوي مش عارفين ناكل ايه في الحر اللي احنا فيه ده يرطب علينا، وفي نفس الوقت الست الغلبانه اللي واقفه في المطبخ دي تعبت قوي يعني صعب انها تتعرض للحراره في المنظر ده. صحيح، لان عشان كده دايما اقول لازم المطبخ يكون جيد التهويه، لان ست البيت اللي واقفه قدام البوتاجاز وقدام الفرن ممكن يجي لها اجهاد حراري وهي ما تعرضتش للشمس نتيجه ان المطبخ سخن، الفرن سخن. طبعا الاجهاد الحراري دي من الحاجات اللي بتسبب اعياء شديد جدا ومشاكل صحيه كبيره جدا لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه لازم نهتم بشرب الميه من 2 ل 3 لتر يوميا، وبلاش الميه المثلجه. يعني في بعض الاشخاص بيجوا من بره جايين من الشارع يدخلوا يقعدوا جوه الثلاجه بالظبط، ولا ويا ريت بيشرب ميه ساقعه عاديه من الثلاجه، يطلع من الفريزر او يعمل كوبايه ميه مليانه ثلج ويبتدي يشربها. عايزه انوه من خلال برنامج حضراتكم ان العمليه دي خطيره جدا، ان انا اشرب ميه فيها كميات ثلج كبيره او ميه مثلجه، لان ده بيأثر في اجسامنا على حاجه اسمها العصب الحائر. العصب الحائر ده عصب بيجي من المخ بينظم في ضربات القلب وبيتفرع لاعضاء الجسم المختلفه، بيعمل على تنظيم ضربات القلب وتنظيم عمل المعده، فبيحصل اضطراب للعصب الحائر ده لما بنشرب مية ساقعة. الاضطراب ده بيؤدي إلى بطء ضربات القلب، فبيحصل هبوط للإنسان قد يؤدي للوفاة. وحصلت قبل كده من طنطا، في طنطا من حوالي سنتين، كان طفل بيلعب في الشارع كورة في عز الحر وطلع شرب مية ساقعة جدا فوقع من طوله. فنخلي بالنا أن الحاجات دي ممكن تأثر على صحتنا، ويعني لا قدر الله لو ما سببتش الوفاة فهي بتسبب حالة من الهبوط والإجهاد. عندنا المشروبات المصرية الجميلة الصحية، الكركديه، التمر هندي، الخروب، الدوم، من الحاجات الغنية بمضادات الأكسدة وفي نفس الوقت منعشة ومرطبة. العصير الليمون، يعني دايما يقولك ايه روق كده واشرب ليمون، الليمون من الحاجات الجميلة والمنعشة. ياريت نقلل من شرب الحاجات اللي فيها كافيين زي الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأن الكافيين بشكل عام هو مضر للبول، فبالتالي بيخلص الجسم من كميات مية كبيرة، فبيبتدي يحصل جفاف للجسم وشعور بالإجهاد والصداع والتعب. عشان كده زمان كانوا بيقدموا فنجان القهوة وجنبيه كوباية مية عشان تعوض كمية الفاقد اللي هيحصل في كمية المية من أجسامنا. الأكلات، وحضرتك قلت الأكل، الفاكهة المصرية اللي في الأسواق من أفضل الحاجات في فصل الصيف. إحنا موجود النهاردة في كل الشارع عربية التين الشوكي. عايزة أقول لحضراتكم إن التين الشوكي ده فعلا كنز من كنوز الطبيعة. سبحان الله، ثلاث وحدات من التين الشوكي بتدينا احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا مهم لنضارة البشرة وللمناعة ولوظائف الجسم المختلفة، فالتين الشوكي عندي من الحاجات المفيدة. مفيد كمان لمريض سكر الدم المرتفع، يعني اللي سكره عالي ياخد تين شوكي، لأن نسبة السكر اللي فيه مش عالية زي العنب والتين البرشومي، وفي نفس الوقت غني بالألياف، فالألياف دي بتفرمل ارتفاع السكر في أجسامنا. ولكن نصيحتي لمريض السكر ما يبقاش واخد دواء بتاع السكر ويروح ياكل بعديه تين شوكي، ياكل 2-3 كده على نص اليوم. اللي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم، التين الشوكي عندي غني بالبوتاسيوم فبينزل لي ضغط الدم المرتفع. عندنا البطيخ، والبطيخ يعني ده سلطان الفاكهة في فصل الصيف، غني بالمية، غني بصبغة اللايكوبين اللي بتقلل من التأثير الضار للشمس على بشرتنا. بس عيب البطيخ يا جماعة، في ناس بتقول ده عبارة عن مية، هو فعلا عبارة عن مية ولكن في نسبة سكر حوالي 7%،
ناكله ولكن ما نكسرش من تناوله. عندنا الجبنه بالبطيخ، جبنه بالطماطم، من طبعا الحاجات الجميله. يا ريت نبتعد عن تناول المقليات، لان الزيوت والمقليات والدهون صحيح العاليه بتزود من شعورنا بارتفاع درجات الحراره. جرام الدهن الواحد بيدينا حوالي 9 سعر حراري. اخر حاجه، بعض التوابل كمان بتساعد في احساسنا بارتفاع درجات الحراره، زي الشطه والفلفل الحار والفلفل الاسود والجنزبيل، بتساعد ان احنا نشعر بدرجات حرارة مرتفعة. فكل ما الحاجة كانت بسيطة، كل ما كانت بيتي، نبتعد عن المقليات والمسبكات، كل ما ده كان صحي، ونختم يومنا بالزبادي واللبن الرايب من الحاجات المرطبة والملطفة. صحيح. دكتورة منال عز، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عرفتينا طرق كتير النهاردة نقدر نتحايل بيها على الجو الحر اللي مبوظ لنا حاجات كتير. كنت عايزة أقول حاجة بخصوص مدينة العالمين. أنا فخورة وسعيدة أن عندنا مدينة عالمية زي العالمين، لأنها تحولت من مدينة الألغام والكوابيس لمدينة صحيح الأحلام والأنغام. صحيح. بجد، يا رب دايما مصر في الرياده ومن تقدم لتقدم يا رب. هي رساله، هي العالمين فعلا رساله للعالم كله. صحيح. ان انت ممكن تعمل سلام وامن واستقرار ده حقيقي، وفرحه بدل ما تبقى مدينه اشباح. ده حقيقي. صحيح. شكرا لك يا دكتوره منال، وشكرا لحضراتكم كلكم.